وش تسوي بعد البث انت؟ هنا يسألون وش تسوي؟ وش تسوي بعد البث؟ يعني تروح تروح ترقد، وش تسوي؟ اسأل بلال. والله شوف نقعد سوالف قصيد. تجلسون سوا؟ كويس كويس. سوالف قصيد. تعال 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 بلال. نضحك ونلعب. والله. نحاول ننام بس ما نقدر. فننام الساعة 8 الصبح 7 ونص. تموت 7 ونص. اي والله انا هو اللي يرهقنا صراحة. تقومون مرات بالذات يا ابراهيم يكون عندنا تصوير، مرات بعد البرنامج يكون في تقارير. تصوير تقارير. اسعد. اسعد وفي تقارير الجد انا ولا لا ما اشتغلت. لكن اقول لك يعني لا لا في هذا ضغط يعني وتاخذ معك وقت. البارح كان عندنا الحلاق على سبيل المثال. اي ساعة طلع الحلاق؟ بالضبط ها؟ اي ساعة طلع الحلاق؟ 9 الصبح. حلاق واحد. حلاق طلع الساعة 9 الصبح. حلاق واحد؟ اي طلع الساعة 9 الصبح. بس يوميا يجي صح؟ لا لا يجينا ثلاث ايام ما هم مقصرين معنا صراحة ما هم مقصرين معنا. ثلاث ايام يجي؟ يجيبوا لنا اياه ومتى ما ودنا يجيبوا لنا اياه. اي يقول يوميا يجي. لكن اقول لك احنا عدد يعني. هسه انت اذا بدك تحلق ولا كذا الرجل يوم طلع الساعة 9 الصبح. يعني بالله عليك انا من الناس اللي خلصت 8. والله يعني ربع كلهم يبغى يحلقون كلكم حلقتوا اليوم عشان الحفل حفل عندنا حفل اليوم اوه الحفل اليوم احنا كذا متزهلقين اليوم ورا ما اخذتوا الماكينه تجي اليوم تجي انت ورا ما اخذتوا الماكينه ابراهيم ابراهيم تجي اليوم يا ابو سالم ورا ما اخذت الحراثه تجي اليوم انت ورا ما اخذت الحراثه معكم تحسنونها تجي اليوم انت والله ان شاء الله بيجي ان شاء الله ان شاء الله انا ما حصل لي ظرف فان شاء الله بيجي انا يعني حاط حسابي اني بيجي والله ما اخذت حراثة تضبطونها سيانه كذا تقصيص ما عرفتك الرصاصه حق ما عرفتك الرصاصه صريتك انت حراثة الرصاصه ترص قلق ترص الشيء اللي ما له لكن انت تحرض تشيل كل شيء طيب وجيت عرفتك الحين ملطام الله يوفقك يا غازي وانت مبدع ما قلت لي ايش تسوي بعد البث تعال تعال ما قلت لي ايش تسوي بعد البث والله قصيد سوالف وركض ولعب وش يصير يعني بالضبط ابغى شيء ابغى شيء ما يشوفونه خلف الكواليس يطفون علينا الاضاءه تمام كان لا لا مو داخل عند الزرع ورا ايه وشبت النار برا وتبلش برقان الكرك لما تصير لما يطلع ما هجمك انت تصلحه ولا مسلحه؟ لا والله مو انا قاعد اشرب بس انت ما تعرف ما تعرف الكرك في الاردن صح؟ لا لا الكرك مو موجود وش عندكم في الاردن؟ ايش عندنا؟ عندنا شاي عندنا قهوه ايش عندنا؟ قهوه شاي وحرقات يا قلبي غامضه قهوه اردنيه نفس قهوتنا ولا شوف ترى في ناس انا ذاك اليوم محمد المطيري يسولف في ناس يسوي القهوه المره السوداء السوداء مره لكن في لا 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 مو تركيه لا لا قهوه عادي قهوه تركيه صح قهوه مره لا في تركيه قهوه مره مثل قهوتك لكن يخليها سوداء يحمسها كثير على النار فتصير سوداء فهمت لا احنا بالعكس انا سولفك عندنا احنا شغله مثل قهوه السعوديه ففي ناس تسويها سوداء وفي ناس تسويها الوالده تضبطها وين 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 الثانيه تصلح القهوه تركيه ايوه والله ابوي والله اللي يسويها ابوي 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 ما تقوم على صلاه الفجر الا قهوه جاهزه والله الحمد يعني الوالده تصلح الوالد تصلح الفجر والوالده تصلح المغرب والعشاء نعم طيب وش تصلح الوالده ما شاء الله شو بدك الاكلات الاردنيه تسالني عن الاكلات الاردنيه الاكلات الاردنيه مشهوره ترى كل اللي بتذكر تصلح لي والله ما اعرف اصلح لكن اقول لك الوالده تصلح لي يعني جيت تصلح لي تشرف عين فراش وعين غطا انا ترى ودي خاص نص عين فراش وعين غطا بحاول اضبط الامور عشان ما اطق معك ذي الايام البرنامج كله مشاكل ما تضمن تجلس مع واحد الحين تطق مع بعد يلا اليوم يا ابو سلم الاكلات المشهوره بالاردن طبعا المنسف رقم واحد ادري في عندك المكموره المجدره هذه من الاكلات المشهوره بالاردن وش طب ما شاء الله كم تعطي الوالده من عشره في الطبخ؟ امي بعد قلبي والله تقدر لقمه الخبز احسن تقيمها تقيمها في البيت بالشبشب تحت لي مليون مليون امي يا الله يخليها لك الفضل يا رب الوالده لا تقيم لانك اساسا تربيت على شغلها حتى يعني شوف بقول حاجه مهما كان طبخ الوالده تربيت انت عليه سواء كويس او يعني او متوسط او يعني سيء انا ما اتكلم عن الوالده يعني فهم صح عودتك على السيء فانت خلاص تاخذ على السيء مع الناس كلها شوف والله تطرح للسيء تقول وائل امي لا عنده نفس طبخ على كيف عسى الله انه يطول بعمره ويطول بعمر كل امه وقد تلقى احيانا ناس يصلحون احسن من امه بس امي خلاص أمي خلاص طبعا لا امه عودتها على السيء فطريه يا اخوي فطريه لا لا فطره مو فطريه نعم فطريه مصيبه ذي فطريا فطريا انت الظاهر انك تسمع منها الله يوفقك انبسط